الاقتران في السماء والمقرن في الأرض، فأقرب مسافة بين جرمين سماويين تسمى بالاقتران، والتقاء واديين أو نهرين في نقطة معينة يسمى بالمقرن. فالتقاء وادي الرمة بوادي الجرير يتولد عن وادي الرمة أطول وادي بالعالم، والتقاء النيل الأزرق بالنيل الأبيض يتولد عنه نهر النيل أطول نهر بالعالم. والطبع ما ينزال غيره بتبديل مثل الجدي مسراه ليلة ونهارة، والحنظ للوهي على شاطئ شاطئ النيل زادت مرارتها القديمة مرارة. ومقرن النيلين الأبيض والأزرق بالخرطوم أبرز مقرن بالشرق الأوسط وأفريقيا، وسميت الخرطوم بهذا لأنها تقع في خرطوم الملتقى. فالأبيض يجينا من هضبة البحيرات في أوغندا والتي تصدر لنا منخفضات الجوية بالوسم، والأزرق يأتي من أثيوبيا ويقطع مسافة 1450 كيلو ويلتقن بهالنقطة، وهما مصدر الحياة بالسودان. وجعلنا من الماء كل شيء حي، أفلا تؤمنون؟